الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أقدمها لكم علي الموسى، والبداية مع أبرز العناوين. بالتالي ما قاعد نتكلم عن حدود وما يثار أن في حدود تغيرت وأن في أراضي تم التضحية فيها، هذا كلام كله ما هو صحيح. مجلس الأمة ناقش اتفاقية المقسومة بإشادات نيابية، والغانم موضحا لم تضع حدودا جديدة. وتوصيات بشأن الانفلات المروري، والصالح عن القانون الجديد سيكون رادعا للاستهتار. والجهات الحكومية تعرض استعداداتها للمستجدات الإقليمية خلال جلسة سرية. زيادة بنسبة 4% في حركة الطيران بمطار الكويت الدولي خلال العام المنصرم. دام الكويت ما يبي غير المعزة بالكويت. صباح أبوي القائد الإنسان مهما كتبت بحق أخوي. ديوانية شعراء النبط تقيم أولى أمسياتها للعام الحالي وسط الإشادة بالدعم السامي. وفي الرياضة، عمومية معارضي العرب تسقط مجلس الإدارة ولجنة خماسية لقيادة الأخضر. نستهل نشرتنا من الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، والتي شهدت مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة والانفلات المروري والاستعدادات الحكومية لمواجهة الأوضاع الإقليمية. وحول اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية، تحدث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من على مقاعد النواب قائلا إن هناك سوء فهم ناتج عن الاتفاقيات السابقة، ومنها الخط الفاصل الذي كنا نراه خطا حدوديا دوليا، بينما الأشقاء يرونه خط تقسيم إداري. وشدد الغانم على أن الاتفاقية لم تضع حدودا جديدة. بدوره أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر أن التوافق بين الكويت والسعودية تم على ثلاثة مبادئ، هي السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها، وخط التقسيم وضمان حقوق كل طرف في الثروة، نافيا وجود أي بند سري بالاتفاقية. نتابع التقرير التالي. ناقش مجلس الأمة اليوم في الجلسة الخاصة اتفاقية المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن على مقاعد النواب أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المناقشة قبل اجتماع اللجنة الخارجية البرلمانية جاءت لاستعراض المعلومات والرد على الاستفسارات. وأشار الغانم إلى أن هناك سوء فهم ناتج عن الاتفاقية السابقة، ومنها الخط الفاصل الذي كانت تراه خطا حدوديا دوليا، بينما الأشقاء في المملكة يرونه خط تقسيم إداري، موضحا أنه وفقا للمذكرة الجديدة فإن المملكة تمارس سيادتها على إقليمها جنوب الخط، فيما ستمارس الكويت سيادتها شمال هذا الخط. وحول توقف إنتاج النفط، أكد الغانم أن النفط موجود تحت الأرض ولم يتبخر وليس هناك خسائر. الخط الفاصل في المنطقة المقسومة بالنسبة لنا كالكويت كنا نراه خط حدود دولي، بالنسبة لأشقائنا في المملكة العربية السعودية كانوا يرونه خط تقسيم إداري، وشتان ما بين الاثنان. خط حدود دولي يعني أنت عندك كامل السيادة شمال هذا الخط، والمملكة العربية السعودية كامل السيادة جنوب هذا الخط. خط تقسيم إداري معناته لكل دولة الحق في أعمال معينة في المنطقة الأخرى. طيب شنو هالأعمال؟ مو محددة في الاتفاقيات السابقة، آليتها مو محددة في الاتفاقيات السابقة. في هذه الاتفاقية حط المادة واحد من القانون، المادة واحد في هذه الاتفاقية أصبح واضح وضوح جلي
للجميع في المادة الأولى يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءاً من خط الحدود الدولية. هذا لم يكن موجود، هذا فقط في هذه الاتفاقية ثبت الحدود الدولية بين إقليم المملكة العربية السعودية وإقليم دولة الكويت، وتمارس هذا أهم ما في هذه الاتفاقية، وتمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط. هذا الأمر لم يكن واضح. في 27/6/67 مجلس الأمة صادق على الاتفاقية اللي ترسم فيها الحدود اللي احنا كنا نعتبرها حدود دولية والأشقاء يعتبرونها خط تقسيم إداري، بس إن إحداثيات هذا الخط لم تتغير، ونتيجة التصويت في مجلس الأمة موافقة 38 عدم موافقة 1 امتناع 2، وبالتالي مجلس الأمة هو اللي صادق عليها هذه الحدود البرية. أما الحدود البحرية في 12/7/2000 الحضور 53، الموافقة كم؟ 53، وبعض الأخوة النواب كانوا موجودين من ضمن الأسماء اللي وافقت، وبالتالي ما قاعد نتكلم عن حدود وما يثار أن في حدود تغيرت وأن في أراضي تم التضحية فيها، هذا كلام كله ما هو صحيح. أنا لم أنتهك المادة 50 من الدستور، أنا طبقت المادة 50 من الدستور اللي تنص على فصل السلطات مع تعاونها، ما أمشي كأعرج فصل سلطات فقط دون تعاون. وراح أذكر القصة وقد استأذنت من أصحاب الشأن وأولهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، أذكرها فقط للتاريخ وحتى تكون واضحة للشعب الكويتي. قال سمو الأمير محمد بن سلمان قال التالي، قال انقل لوالدي الشيخ صباح، وهذه شهادة يجب أن تقال للتاريخ، انقل لوالدي بأني سأنهي هذا الأمر وراح أكون كويتي سعودي وليس سعودي كويتي. من جانبه أكد وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أن اتفاقية المنطقة المقسومة تضمن السيادة الكاملة لكل دولة على الجزء الخاص بها مع ضمان حقوق كل طرف بحصته كاملة. انطلقت دولة الكويت تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة لمعالجة التباين بشأن تفسير اتفاقية التقسيم لعام 1965، وعلى خلفية من الاحترام وخصوصية العلاقة العريقة المتبادلة بينهما من أجل الوصول لتوافق على مسائل بات ضروريا حسمها وفق 3 مبادئ، وهي أولا السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965، ثانيا إن خط التقسيم خط حدود نهائي بين البلدين، ثالثاً ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة المقسومة باعتباره تعهداً قاطعاً ملزماً لكلا الطرفين. وفي السياق ذاته أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل إن المفاوضات حظيت باهتمام سمو أمير البلاد ونجحت بالوصول إلى حل نهائي مع الأشقاء في السعودية، وتم الاتفاق على الإسراع في الإنتاج والتأكيد على مبدأ الاستثمار المشترك، مشيرا إلى أن فترة توقف الإنتاج استغلت لإعادة تأهيل المنشآت القديمة لتصبح أكثر كفاءة وأمنا. الاتفاق على الإسراع في إعادة الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة وبدء العمل بهما كما جاء في مذكرة التفاهم في البند رقم 12، التأكيد على مبدأ الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة والذي سينظم عمليات الاستكشاف وتطوير الإنتاج في المنطقة ويحقق الاستغلال الأمثل وتعظيم العوائد الاستثمارية من الموارد الهيدروكربونية المشتركة في المنطقة كما وضحه البند رقم 4، الاتفاق على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة كما هو موضح في البند رقم 13، الاتفاق على تحديث اتفاقيات التشغيل للعمليات المشتركة البرية والبحرية مما سيساهم في كفاءة وسرعة القرارات التي من شأنها تسريع تنفيذ المشاريع وتطوير الحقول المشتركة وفقاً للبند رقم 15. طبعاً أثير بأن خسائر تصل إلى 90 مليار تعويض لشركة شيفرون العربية السعودية عن عدم الإنتاج،
طبعا لا يوجد تعويض للطرفين عن عدم الإنتاج، ولكن يمكن حتى من المفروض أن نكون شوي حريصين فيما يثار من أرقام. الإمباير ستيت في مدينة نيويورك تقييمها في عام 2014 كان أقل من 600 مليون دينار، نقول 900 مليار تعويض لشركة شيفرون. أعتقد الأرقام هذه يمكن أرقام فضائية. وكانت جلسة اليوم قد شهدت مناقشة قضية الانفلات المروري، حيث وافق المجلس على مقترح بإحالة ما أثير في الجلسة إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لتقديم تقرير بشأنها، كما وافق على توصيات نيابية تقضي بتقديم الحكومة مشروع قانون المرور الجديد، فيما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عن قرب إنجاز مشروع قانون حكومي يتصدى للاستهتار والرعونة. جلسة اليوم كانت جلسة مهمة، وهي تحاكي هم من هموم المواطن وهي زحمة المرورية وكذلك الحوادث المتكررة لإخواننا أصحاب هواية الدراجات الهوائية. اليوم قاعد يطلعون من بيوتهم، ما يدرون إذا راح يرجعون بيوتهم ولا لا، والسبب في عدم التنسيق ولا وجود لأماكن حقيقية مختصة يتدربون فيها وينطلقون منها، خاصة أن عيالنا وإخواننا راحوا ومثلوا الكويت وجابوا أفضل الميداليات. تم الحديث عن الأمور الفنية والأمور السياسية كذلك في لهذه المواضيع، وتم عمل ورقة من التوصيات مهمة. كما شهدت الجلسة أيضا تحويلها إلى السرية لمناقشة استعدادات الحكومة في مواجهة الأوضاع الإقليمية. وقال الغانم عقب السرية إن مجلس الأمة استمع إلى عرض من قياديي الجهات الحكومية المعنية حول استعدادات تلك الجهات للتعامل مع أي مستجدات إقليمية تشهدها المنطقة. خالد الفارس، الرأي. أشاد بابا الفاتيكان فرانسيسكو بجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في حل النزاعات ودور سموه الإنساني لصالح تحقيق الاستقرار والسلام. وقال سفير الكويت لدى سويسرا والمحلل الفاتيكان بدر التنيب إن ذلك جاء في لقاء مع البابا على هامش اللقاء السنوي التقليدي برؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الفاتيكان. وقال التنيب إن البابا أشاد بالدور الريادي لسمو الأمير في دعم قيم الحوار البناء والعيش المشترك والتعاون في العلاقات الدولية، وأعرب عن تقديره لرعاية سموه ودعمه للعمل الإنساني وجهوده المشهودة لتعزيز السلم والاستقرار. اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله مع السفير الإيراني لدى البلاد محمد إيراني، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. ومتابعة لآخر المستجدات بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة للانخراط بدون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران بعد تبادل هجمات بين البلدين. كذلك قال الرئيس دونالد ترامب إن العقوبات على إيران أقرت بالفعل وستعلنها وزارة الخزانة، مضيفا إن لديه شكوكا بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران وربما شخص ما ارتكب خطأ. كذلك رجح مسؤولون أمريكيون إسقاط إيران للطائرة. هذا وناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الوضع في المنطقة، ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. كذلك شدد جونسون على استمرار بلاده في الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني. خلال افتتاحه مهرجان الجرين الثقافي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري إن مهرجان الجرين الثقافي تظاهرة ثقافية هامة ترتقي سنويا برسالة الكويت السامية وموقعها في الساحة الثقافية العربية والدولية. وأضاف إن الكويت أولت منذ مرحلة ما قبل الاستقلال أهمية كبيرة للشأن الثقافي بمختلف روافده بما يمثله من عنصر هام لحياة المجتمع ومحورا أساسيا من محاور التنمية المستدامة الشاملة ودافعا لتنشيط المبادرات الإبداعية. إن مهرجان الجرين الثقافي منذ انطلاقته الأولى عام
1994 أصبح علامة ثقافية تبرز ألوان الإبداع وتجلياته المختلفة من ثقافة وفن وأدب. وقد أولت دولة الكويت منذ مرحلة ما قبل الاستقلال أهمية كبيرة للشأن الثقافي بمختلف روافده وبما يمثله من عنصر هام لحياة المجتمع ومحوراً أساسياً من محاور التنمية المستدامة الشاملة ودافعاً لتنشيط المبادرات الإبداعية بما يفيد ويعزز الرصيد الثقافي والمخزون الفكري للمجتمع. إن استثمار مهرجان القرين الثقافي في هذا الوقت من كل عام والذي يأتي بعد تظاهرة معرض الكتاب الدولي أصبحا مناسبتان تعكسان حجم الإنتاج الفكري والثقافي الكثيف في دولة الكويت وتؤكدان الانفتاح والتفاعل الحيوي لبلادنا مع العديد من الدول العربية الشقيقة والإسلامية والأجنبية الصديقة التي تشاركنا عرسنا الثقافي هذا. شكل موضوع إدارة الأزمات والتعاطي معها محور النقاش في ندوة سياسية أكد خلالها المتخصص في إدارة الأزمات والمخاطر الدكتور فيصل المناور ضرورة الوعي الكافي لدى المواطن في استشعار المسؤولية تجاه أي تطورات، مشددا على أهمية دور الجهات المعنية في الدولة في هذا الصدد. عدم احترام الهياكل التنظيمية، عدم احترام المؤسسات والقانون وضعف الرقابة والمتابعة، هذه كلها عمليات وعدم اتباع الأساليب الوقائية في محاصرة المشكلات والمخاطر والأزمات، هذه كلها يعني أدوات الإدارة العشوائية اللي ممكن في النهاية تسبب لك أزمات ومشاكل. سوء الفهم، وللأسف يعني بالكويت والعالم العربي كله بحكم عملي أنا من لفيت العالم العربي هذا كله، منهج واضح لا اسمع ولا نفسي تست، يعني لا يعني ما في لا 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 قضيه الديمقراطيه حقيقيه، لا قضيه الشورى حقيقيه، القضايا هذه كلها يعني شكليات وصور للتجميل، لكن سوء الفهم والادراك واضح في التجربه العربيه اليوم. ليش؟ لان المشكله ان ضعف المشاركه الشعبيه معك في اتخاذ القرار، ضعف المؤسسات السياسية هي اللي تعطيك شنو أن رأي واحد، فكر واحد لمجموعة واحدة أو أقلية واحدة أكيد يعني ما راح تكون متخصصة في كل شيء. حركة الركاب والطائرات في مطار الكويت الدولي زادت بنسبة 4% خلال العام 2019 مقارنة بسابقه، فيما أعلنت إدارة الطيران المدني أن عدد المسافرين بلغ 15,449,000 راكب تم نقلهم على متن 122,358 رحلة. أقامت ديوانية شعراء النبط أولى أمسياتها لعام 2020 بإشراف مدير الديوانية وأمين السر نصار الخمسان الذي ثمن في تصريح للرأي دعم سمو أمير البلاد لأنشطة الديوانية ودورها في دعم الشباب الكويتي وصقل مهارته الشعرية. احتزم بك لا سرحت ولا ضويت، ودي اكتب لي قصيده دام الكويت ما يبي غير المعزه، بالكويت يا جعلها تبقى وتخسى كبود ناس بغلها، وانا كويتي وافخر بدسمان يا حي عنواني وطاريه، صباح ابوي القائد الانسان مهما كتبت بحقه. ديوانية شعراء النبط لا شك أنها تدعم الشباب وهي ميراث حضاري تحمل طابعنا الاجتماعي. تأسست ديوانية شعراء النبط عام 1977 في بادرة طيبة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير الغلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، في بادرة كريمة هي الأولى من نوعها لتحفظ الشعر لتجمع الشعراء، وكانت كذلك وهذه امتداد. واليوم
نشكر حضرة صاحب السمو والأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على اهتمامه، على رعايته الكريمة الله يحفظه، وعلى إعادة أمجاد ديوانية شعراء النبط وإعادة تعميرها. تشهد الكويت غدا الجمعة خسوفا ظليليا للقمر يمكن متابعته بالتلسكوب. وقال المؤرخ والفلكي عادل السعدون إن هذا الخسوف سيحدث عند الساعة 5:08 من مساء يوم غد الجمعة، حيث يعبر القمر منطقة المخروط الظليلي للأرض موضحا إن منطقة الظليل هي التي يمتزج فيها ضوء الشمس مع ظل الأرض فتبدو رمادية، مبينا أنه عند حدوث هذه الظاهرة لا يدخل القمر في ظل الأرض فتحجب أشعة الشمس تماما عنها فيتحول إلى اللون الأسود أو الأحمر. البورصة تعوض خسائر مطلع الأسبوع، تابعونا بعد قليل في الصفحة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام بواقع 108 نقاط ليبلغ مستوى 6230 نقطة، وبلغت كميات تداولات المؤشر 214 مليون سهم تمت من خلال 9333 صفقة نقدية بقيمة 58 مليون و800 ألف دينار كويتي. عمومية معارضي العربي تسقط مجلس الإدارة، تابعونا بعد قليل في الصفحة الرياضية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. حجبت الجمعية العمومية غير العادية للنادي العربي ثقة عن غالبية أعضاء مجلس الإدارة، وعينت الجمعية لجنة خماسية لإدارة النادي بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر عقب الاجتماع الذي عقدته مساء اليوم خلف أبواب موصدة بعيدا عن وسائل الإعلام التي منعت من الدخول، وذلك في مدرسة اقرأ ثنائية اللغة في جليب للشيوخ. وتصدر بند وحيد جدول أعمالها وهو إسقاط غالبية أعضاء مجلس الإدارة، أي 6 أعضاء وهم عبد العزيز عاشور وعلي آتش وعلي مندني وفهد الفهد وعلي جواد النصر وإسماعيل الحبيب، وفق ما جاء في نص الدعوة المخصصة للجلسة. وقدر عدد الحضور بحوالي 750 عضوة. اللي حصل داخل الجمعية العمومية اليوم طرح الثقة ب6 أعضاء من الإدارة اللي هم عبد العزيز عاشور وإسماعيل حبيب وعلي آتش وعلي جواد وعلي مندني وفهد الفهد، وتم التصويت عليه والأغلبية الله يبارك فيك والأغلبية صوتوا طرح الثقة، واعتماد 5 أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية اللجان تقوم بدورها لغاية إعلان الانتخابات. نشكر جميع اللي حضروا وبالذات اللي أيدوا اللي طاح بالمجموعة اللي كانت ماسكة النادي العربي، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله اللي جايين فيهم الخير والبركة، وهذا الشيء ما صار إلا بتعاضد أبناء النادي ومحبين النادي العربي. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة، وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الرأي ميديا جروب، والمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب @الرأي يوتيوب. في أمان الله وحفظه.